بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يعني الحسد ده موجود، حتى هو الرسول سحروه عملوا له عقد. الله يسلم الله. الإنسان لما يجب يكون إيمانه قوي بالله سبحانه وتعالى وآية الكرسي خاصة، وإيمانه قوي ما يزعزعش كالرياح ما القوية والزوابع القوية الزلازل القوية، إيمان تاعه قوي بالله سبحانه وتعالى فقط لا غير. لا تقول لي رئيس دولة، ولا تقول لي ملك، ولا تقول لي شيء. هذاك من بشر كيفكم، أنا واحد من الناس بشر كيفكم، غير الله سبحانه وتعالى فهمني ما يتكلمش. قال العصر تعتوى ولت كبار الشياطين ما نعرفهمش، كلفتك أنت إنسان مثلهم تتنفس تأكل تشرب تمشي للتواليت تغسل في دبشك تبكي تضحك تتغشش ترجع، يعني منهم فيهم فهمني، مرة فقير مرة غني، وأنا ماشي إنسان كيف، لكن مش نبقى معناها حيا جسديا مدى الحياة كحياة الله سبحانه وتعالى مالك الكون والدنيا بأكملها ألف على ألف أو مية على مية. تو يقول القائل تو عديت الكوكب ما بس البايدن فهمت، الرئيس المباشر للديوان، الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وخالق المخلوقات بأجمعها ألف على ألف، وخالق الإنسان والإنسانة، وخالق البشر اللي هم أبناء الشيطان اللعين، لأن كلهم موجودين في كوكب الأرض رقم أربعة الحالي. لكن أنا مشكلتي شنو؟ تو أنا من الصغرى نتبع في ثقافة واشنطن مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية، نتبع في ثقافة الشعب الولايات المتحدة الأمريكية، اللي متجنس متنوع بجميع الأنواع والأصناف من جميع اللغات من جميع اللهجات في كوكب الأرض. ما ثماش دولة في كوكب الأرض الحالي ما عندهاش جالية بالولايات المتحدة الأمريكية وخذات الجنسية الأمريكية، خذات الجنسية الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه شنو اللي يحميهم هو القوانين يقدسوها أكثر من الله سبحانه وتعالى، وهذاك هو الصحيح ألف على ألف. تقدس القوانين أكثر من تقدس لله سبحانه وتعالى خالق الكون بأكمله ألف على ألف. يعني يجب تقدس القوانين قبل كل شيء، فهمت، قبل كل شيء الله خليه على شيره الله. بعد ما تقدس القوانين الوقت ذاك قدس الله سبحانه وتعالى. هذا هو الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية،
تقول لي سير جرائم، يا شبي جرائم برسر هي قبيلة وهبي تو آدم وحواء، أنتم قلتون آدم وحواء اثنين والدي وقبيلة وهبي الاثنين خيو، قالوا صار وما صار ما ندخلش فيه الموضوع هذا، ندخل موضوع الجريم، وقع الجريم، هي الخو قبيلة وهبي الواحد منهم كثر الخو، هي قاعد هاز فوق ظهره فهمتي تايه ما يعرفش شو يعمل، جا غراب وزيز غراب بيع غراب في غراب يتخاب على تخاصموا في السماء، هي واحد منهم جاته ضربة قاضية فهمتي ما يطاح الغراب خوه اللي قاعد حيحفر له حفرة في الرمل ولا في التراب وردمه سير لا واحد من الخوة اللي يقتل خوه قاعد يتفرج عمل نفس الشيء، يعني يوريك الإنسان والإنسان اللي ما يعلموه جميع الكائنات الحية في كوكب الأرض تتعلم وحدها ذكاها تتعلم وحدها إلا الإنسان والإنسانة، هذاك الله شحب وذاك الله شحب وذاك الله شحب وذاك الله شحب، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان والإنسانة يحبهم يحبهم بيحطهم في حضنه، لكن كي يبقاو على سلوك الله سبحانه وتعالى به نخرجوا من الموضوع هذا. تو كل إنسان أنا جبت برا على في الفيديو يتيب رجل كبير لابس شورت كلب كبير قطة فهمت صغيرة تدافع على وليداتها، جبت كيفاش تكون العائلة كيفاش تكون العائلة، أنا ما نحفظش راه أنا ما عنديش دعوة بضربتي الدعوة باش نعرف بروحي للشواطن فهمتي، لأن نعرف بروحي لله سبحانه وتعالى الحاجة نعملها ننساها، أما اليتيم ما ينساوش يخبوا ويفرق ما يلوحوش ما يخبوا يلوحوش فهمتني، لأن الناس ما يلوحوا شيهم والله ما يلوحوا شي باهي ولا خايب بحث علمي باهي ولا خايب والله ما يلوحوا ما يلوحوا شي شي ما يلوح فهمتني، وهاو ديجا نجحت جوجل مابس ونجح ونجح الفيسبوك ونجحت اليوتيوب وياو ايمو والانستغرام فهم نجح مع الله سبحانه وتعالى خالق الكون بأكمله معناها فهمتي بمليارات السنين بلا توقف الحساب فهم نجح معه ايش تحب اكثر منك معناها الميكروسوفت لما انا قبل قلت انقذتني معناها لورانج في بلاده في فرنسا تمشي ريجلو ألف على ألف جات مشيت لإسرائيل ما جاتش حقها طردوها جات لتونس إيش عاملة في تونس هذه لورانج هذه مؤسسة لأن وزير البريد والبرق والهاتف أنا مش أقول البريد والبرق والهاتف ياخذ في بايو عاملة هذه شركة لورانج شركة من تحت شركة تتحايل على القوانين تتحايل على المحاكم العدلية شركة من تحت شركة بس تعرفوا مليح افهموني مليح افهموني مليح افهموني مليح افهموني مليح افهموني مليح شريكة من تحت شريكة شريكة من تحت شريكة شريكة من تحت شريكة شريكة من تحت شريكة، وانا نعرف الشيء هذا نعرف الطرخاني عبد الكريم الطرخاني فهمتني ماخذ فيرمة عودة زرقة على زر شرايتي فهمتني كيفاش كان معناها منضبط مع الله سبحانه وتعالى وحاجة من روح هو وهو وعبيد تو انت ماخذ ارض الدولة ارضي ماخذها ارضي 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 ماخذها وتعاون في راشد الغنوشي المجرم ها راشد الغنوشي المجرم تاع النهضة تعاونوا وماخذ وماخذها الكتار بك الهكتار بشكارة مية كيلو هكتار قلة الحياة قلة المعروف ثم أكثر من هذا تو أنت وقت ما أخذ فيرمة خذيتها باش تحمي الخدام ولا باش تشري سيارة مضخمة تهديها لوكيل الجمهورية في باجة نحكي لكم يا ناس وكيل الجمهورية في باجة وهذا صغير هذا يكسير فهمتني نمشي لباجة ثم الدبو ثم سانتر ترانسميسيون ثم قبادة ثم باب دخلة قابل القهوة فهمني أخت مرته تتزن علي أخت مرته تتزن علي تحب تاخذني وأنا بمرتي بجوزتي بات أنا في عمارة
كانت البريد تبعت الاتحاد العام تسير الشغل من بعد سميكة فهمت. انا نحل الشباك وين لقيت السنه في وقتش نحل الشباك. فهموني مليح فهموني مليح فهمني. قلت الحياه ثم واحد على والديه بوه فهمتني على علوش حرقه خاف باش ما يشكي باش يشكي بيه بوه خذا قاج وعظم وعشرين متر زيت وما نعرفش شنو وهداها لوكيل الجمهوريه القصير هذا فهمني اللي يسكن معناها في المدخل تاع البي تي تي هاو نزيد نعطيكم الاماره فهمني قاعد في القهوه مقابل يجيني الصانع فهمني نعيط له غالي يقول لي راه واحد يسال عليه قلت له شنو خدمته قال لي مفتش سري قلت له وانا هو قال لي ها هو انا قلت هذاك توا طمت له بيه هذاك باش تعرفوا باش تعرفوا يا ناس باش تفهموا الباهي يقعد ديما باهي فهمني وتلهيت بيه وكان يفطر ويخلص في عقله ومول الريستوران وياكلوا عند الناس كلها قالوا ما ساعدني كان انت تهمت على الخياط يا مر الناس ملاح الناس الطيب اللي معروف معناها قال لك يا حاجتك بيه انت يمشيت مباشر انت ما دام انت عون امل وديما عندكم كالكارتا بوليس 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 حتى شيء تمسح في الخرائط تاعهم عندها بطاقه فيها وزاره الدفاع وزاره الداخليه بوليس قلت الحياه ما يحشموش قلت الحياه ما يحشموش فهمتني ايش علينا يتوى شنو تحبوا تحبوا الدمار الشامل الدمار الشامل تحبوا لزمات وزاره الداخليه بكلكم وخاصه المؤسسه الامنيه نجم نعملها الدمار الشامل والله قاعد في الدار دعوة تصبحوا كلكم ميتين جثث بيرموكم الأحسن للقروش غادي من موريتانيا قاعد جواعة جواعة القروش قروش غادي يرموكم ويرتاحوا منكم ثم دولة نعرفها مليح لكن نسيتها الغات لحات البوليسية كل لحاتهم وكونت البوليسية الدد كونت بوليسية الدد صار لها كما تونس جدد ده من صفر واحد حتى المية في المية من صفر لصفر واحد حتى المية في المية من واحد من صفر واحد للف على ألف حتى الألف على ألف نحات الكل ورجعت دولة مسالمة الشعب يحب بعضه الشعب تبعوا التاريخ تبعوا تبعوا صارت في ظل في أوروبا قلت الحياة اللي ما تحشموش ها يا يلي ما تحشموش يا جماعة الأمن الداخلي قلت الحياة ما تحشموش كي كبيركم كي صغيركم أنا ما نتهمش وزير الداخلية وزير الداخلية شنو دوره وزير الداخلية شنو بيمشي ويتعس على سكون وزير الداخلية ياخذ قرارات من عند رئيس الدولة ينفذها ها هو قال لي يا رئيس الدولة باش تعملوا 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 في رئيس الدولة باش يقعد كل يوم يقول لهم خرافة السيسي ما عنده وزير داخلي مباشر اللي هو مش حتى على مع يتعدى على رئيس الحكومة الحديدي هو مباشر يعيط له يقول له يا ودي هو يعيط ايش تبغى يعمل؟ ايش تبغى يعمل؟ شنو تبغى يعمل؟ ايش تبغى يعمل؟ اي فهموني ايش تبغى يعمل؟ ايش تبغى يعمل؟ اي قاعد انا نرسم باش تفهم بدي والدمار قاعد نرسم في التابلو باش نبعثها على جوجل مابس يكلمني سمير هذا يا رجل صباح يقول لي يا عم مرجي نعملوا قهوة القهوة وين هي قهوة معناها نمر ثلاثة معناها ثلاثة نجوم فهمت والله خليت التصوير مشيت راجل بنت هلا مشيش ليه اش نلقى نلقى الخامس نلقى الخامس اللي مرت هربت لألمانيا مداو الدمار نتاعو وبوها ما عيب عليه وبرا أختها اللي في قطر عرفته بها فهمتني؟ اي عيب عليه بوها بنتك تضربها تقولها ما خذيتيه انت ما خذيتوش انا والبوليسيين ما ياخذوهمش الناس خاطر يتزناو يتبعوا في بنات الشيطان يتزنوا معاهم ما انا نعرفوها لكن هي نعرفوها شنو المشكل هي شنو المشكل ما تسعش بنتك وهربت لدار صاحبتها وتاخذت عليها وتضربها بكف عليها علاش هاربه في المانيا خلي كبدتها وهارب
مداو الدمار وخذاها عاد كرهبه. قال خذيتها لاختي في قطر، قطر تبيع في الدجاج في قطر وتعطي فيه. هاي قاعد مخلي ولادها لهنا وبعثها رجلها وقاعده تخدم في قطر. هاي ما تقولي لي فاز وش بها بنتها بعثتها لي انا، بنتها بعثتها لي انا قاعده عندي عام لهنا وحسبها بنتي، وش بها ما حطتهاش عنده هو، وش بها حطتها عند بنتي انا صباح. قال تقول بوها تعرف بوها وانا يعرف كيف يسيرها ويعرف كيف ينهاها. فهمتني؟ علاش هكا؟ علاش؟ علاش؟ عامل لي بخيت ودز في كرشك. انا قعدت وجايب لي واحد قال لها صغير هو ما نعرفش على والديه، قال لها ماني سحار تو نسحروا. هيك هو عاد دخلت فيهم مع فرنسي الناس الكل، هو وغيره وخوه سمير والطرحه كل هربوا. فهمتني؟ جيت خارج مراجع على شربت لي شيء، عيط لي الغالي نعيط لسانه قال لي يا عم مروا 6500 ما خلصونيش فيهم وتوليدي يلا غالب تفضل هم 10000 ورا واحد. فهمتني؟ تفضل هم 10000 اش يعمل لي سي سمير؟ يخلط يخلط علي حسبت روحي بباليش. هزيت القهوه اخرى مضخمه فهاك مقابله غربا فهمتني، الاخرى شرقا وهذه غربا فهمتني. هزيت وغادي فهمتني، بديت نحكي له واش يقول لي؟ يقول لي والله انا نخدم في السلاح، معناه يهدد فيا يخوف فيا بالسلاح، اللي هو يعرف السلاح سي سمير هذا يعرف السلاح، ما يعرفش السلاح اللي انت عيانه، معناه يضرب يقتل وما يفيق به حتى واحد، ما يعرفوش اللي يعرف السلاح، وكل اللي ما يعرفش هو اللي انا قائد الاله اللي يقضى والتعبئه، اللي انا نتبع معناها وزارة الدفاع الدفاع القومي الشامل، ما يعرفش اللي انا قائد اعلى للتعبئه، قائد اعلى للتعبئه، قائد اعلى لليقظه، قائد اعلى لليقظه والتعبئه. ودخلت للجزائر وقت بن بلة وجمال عبد الناصر وشاركت المناوره العسكريه، ما يعرفش هذا كله. فهمت؟ وفي الاخر شنو؟ اقسم بالله يا ناس باللي عرس وانا قايم به نجري عليه ولا نهار ورا المرت وقال لها راني نخلص في دينار في الشهر، لا عارف عنده امراه مطلقها فهمتني خاطر ياخذته على كيف هي، لا عارف عندها امراه مطلقها ويخلص عليها في النفق، لا مانيش عارف انا، مانيش عارف انا، مانيش عارف، مانيش عارف اش بيه السيد، الفلوس تاعه ويني؟ الفلوس ويني؟ ويني الفلوس؟ ولهذا لا فايدة، أنا نحب نعرف الحقيقة لا أكثر ولا أقل.